لسباق الهجنة العربية الأصيلة على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولكن من سيصحبكم بالتعليق؟ زميل قادم من سلطنة عمان الشقيقة الزميل فايز بن غفان اليابري، نتمنى له التوفيق ولكم أنتم أجمل وأحلى اللحظات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لكل الزملاء الذين سبقوني بالتعليق والانطلاق لشوط آخر من أشواط التحدي، أشواط الإثارة على أرضية هذا الميدان في هذا السباق السنوي الكبير المقام هنا على سيف حضرة أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وشوطنا الذي ينطلق في هذه اللحظات، الشوط الثاني عشر في المجموعة العامة، وخاص هذا الشوط بالحجايج القعدان أيضا في مسيرتنا لهذه الانطلاقات والتحدي الصباحية الجميلة في الأشواط العامة وأشواط النقدية. المركز الأول، وأرى الفارس من يفتتح الإذاعة، السيد محمد بن بخيت الثويني على الصدارة وعلى المركز. سيد محمد بن بخيت بن ثويني المري من يأتي على المقدمة وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني، السيد عتيج بن مسري بن سالم بالعرضي الحميري يأتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث. المركز الثالث من الجانب الآخر يأتينا على ثالث المراكز في هذه الانطلاقة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثالث ناخذ رقم المركز الثالث من الجانب الآخر إذا أمكن مشاهدينا الكرام. وهنا وهق الحمد بن راشد النعيمي، ولكن أرى هنا القدوم من نسناس القادم في هذه اللحظات، الخليفة بن عبد الله بن محمد النعيمي. والمركز الخامس، المركز الخامس شاهين نسهيل بن حمد بن محمد بن يطلع العامري من يأتي على خامس المراكز، ولكن أيضا تغيير من شاهين الراشد بن حمد بالزفنة العفاري من يصل في هذه اللحظات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذا الخمسة المراكز الأولى وما خلف المراكز الأولى، هناك أيضا الأسامي، هناك الانطلاقات والاندفاعات والتحديات جارية، وها نحن نقترب من منتصف المسافة، منتصف الأربعة كيلومترات المسافة المعتمدة لهذا السن الجميل. هنا إذا الصدارة المقدمة والفارس، لا زال من يسيطر على مقدمة هذا الشوط السيد محمد بن بخيت بن ثويني المري على صدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني وشاهين الضيف القادم أيضا من دولة الإمارات على أيضا باسم راشد بن حمد بن زفنة لعفاري من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز. نسناس للسيد خليفة بن عبد الله بن محمد النعيمي من يأتي على المركز الثالث وينتقل إلى الثاني. المركز الرابع، هنا المركز الرابع وهق الحمد بن راشد النعيمي، ويأتي في المركز الخامس في هذه اللحظات. هنا شاهين نسهيل بن حمد بن محمد بن يطلع العامري، وها هي 1500 متر بعد الخمس المراكز الأولى ما تبقى على نهاية هذا الشوط، والتوقيت الزمني لا زال تحت أقدام أيضا شرف القاطر السيد سعيد بن علي بالراية المري في 6 دقائق و17 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، هو توقيت الزمني الأفضل. هنا نتابع هذه الانطلاقات، نتابع التحديات، نتابع الإثارة، وهنا المقدمة، وأرى التغيير، التغيير من نسناس، نسناس نسناس على المقدمة على صدارة على المركز الأول خليفة بن عبد الله بن محمد النعيمي، وأرى هناك مهند إبراهيم بن حمد النعيمي على المركز الثاني وثالث المراكز. ياتي الشايم السلطان بن محمد بن هويمل العامري من ياتي على المركز الثالث والمركز الرابع، وهق الحمد بن راشد النعيمي. المركز الخامس شاهين للسيد سهيل بن حمد بن محمد بن يطلع العامري من ياتي على خامس المراكز، ولكن ارى قدوم من سراب الراشد بن قشيم
الشامسي من ينضم إلى أيضا المقدمة، ينضم إلى المعمعة، المعمعة المعمعة القوية في هذا الشوط. وبدت الأسماء، بدت الانطلاقات، بدت التحديات، ولكن الله 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 يا سراب، سراب من غير النتيجة، سراب من انتزع الصدارة، سراب من أعلن أيضا التغيير على المقدمة راشد بن كشيب. الشامسي والملاحقة من مهند إبراهيم بن حمد النعيمي، وهناك أيضا ياتينا الشايم سلطان بن محمد بن هويمل العامري، وقال الله القدوم 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 القوي أيضا القادم هنا. يا سلام يا سلام يا سلام، الدخول من مساح صالح بن سالم الهوادي إذا صح الكلام، أواعب في المركز هذه اللحظات. هذه هي مشاهدينا الكرام، يا سلام، وهنا ايضا قدوم من صغان سالم بن راشد بن حمد بن غدير، لاجتبي من ياتي في هذه الانطلاقه، وهنا قسعيد بن محمد الكليلي ايضا قادم في هذه اللحظات. شاهين 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 لسعيد بن محمد الكليلي، من ينتزع الصداره، ينتزع المقدمه، ينتزع المركز الاول تهارينا وناموس. سعيد بن محمد الكليلي المركز الثاني، راهب بن الشامس المركز الثالث، المركز الثالث ايضا غير مدون عند المركز الرابع للسيد سالم بن راهب بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الخامس ياتينا في هذه اللحظات خامسا، اللي هو الشايم سلطان بن محمد بن هويمل العامري. اذا الخمسه المراكز الاولى، نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام اذا للحظه وصول شاهين لسعيد بن محمد الكليلي، وان غير مدون لدينا 6 دقائق 26 ثانية، 6 من الاجزاء من الثانية توقيت الزمن. تهانينا والناموس مشكور يا عبدون يا بن سعيد يا لوهيبي على هذا التضمير الجديد. المركز الثاني مشاهدينا الكرام ياتينا سراب الراشد بن كشام الشامسي، 6 دقائق 26 ثانية 21 جزء من الثانية توقيت الزمن. صاحب المركز الثالث بحد تعرف عليه، صاحب المركز الثالث في 6 دقائق 26 ثانية 22 جزء من الثانية في المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، غير ما ايضا تعرفنا عليه رقم 59 اذا صح الكلام، او 51 هنا مدون لسهيل بن حمد بن يقبع العامري، ولكن